إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بن سليمان. متابعينا الكرام، هذا السيد اللي قدامكم كان خدام في الحمام أكثر من 5 سنوات. متابعينا الكرام، وبسبب واحد يعني وقعت شجار وقعت تما شي مجموعة شي وحدين تما داخل الحمام، فهي شهادة حق وتم الطرد ديالها من طرف متابعينا الكرام من طرف زوجة مول الحمام. بقاو معنا في الرسالة ديالها وشنو وقع بالضبط. السلام عليكم. السلام. شنو وقع بالضبط؟ انا خدامة في الحمام وناضت واحد الخصومة، ايوا الدرية جات هزت المستخلات وجيت حيدت ليها وبقات معايا بعام بحال العداوة. واخا شنو وقع قبل بعدا؟ شنو وقع؟ شنو المشكل وقع؟ كانت شي مضاربة؟ كيفاش شفتي انت؟ كيبا كانوا مضاربة هي امها واختها، كانوا مضاربين، والدرية جات من المدرسة ملي شافت امها تيتخاصم وداكشي هزت الموس دخلت من العوض اللي دخلت وخرجت قلعت لي انا الموس بحال اللي هما قالوا لك علاش شهدتي. انا ما شهدت لهذا الانسان، ما شهدت لواحد انا. ملي حيت لي هذاك الشيء قال لك لا كان عليك انت ما دير شي، دابا حاطه شهاده في الدريه قصيره، انا ما قصدت فيها حتى شي حاجه. ودابا مولات الحمام جات خرجتني عريانه وانا خدامه غير في الحمام وجابتني حتى العواشر وجرات عليا وانا تنجري على 3 نفوس والراجل مريض 4 نفوس باش هزم وانا عندي عبيت كنت باركه مع امي حتى 9 وضاعت دابا الوالده 7 سنين وانا ما ودابا حرمتني خرجتني عريانه للحمام وراه الشارع كله تفرج وشاف كل من الناس ردوا لي اللومه ودابا حرمني الراجل قال لك ملي وليتي خارجه عريانه ما بقيتيش مراتي. الله يجازيكم بخير. يعني بحال انت ما تقبلتش انها تخرج؟ انا ما تقبلتش الشعب ديالي يعني ما تقبلتش هذا الشيء. انا ما رضيتش، انا ما رضيتش بهذا الشيء. انا خرجتني بواحد الطريقه ما هي الجاهليه، قالت لي خرجي دابا خرجي عريانه دابا تخرجي، تنقول لها سمحي لي ايه خرجها في البينوار وتنقول لها ودي خليني علبس حوايجي، تتقول لها تقول لي في الكلام الخايب تقول لي خرجي خرجي برا ولبسي حوايجك، خرجي برا خرجي برا ولبسي حوايجك. وجابتني تلات العواشر غندير دابا انا الحاله تتشوفوا فيها هي غير بيت واحد تنكسر. والوالده اللي كانت تتكال عليا ماتت ودابا الراجل سمع هادشي ووصلوا لي صحابو الجيران وصلوا لي وقالوا لي مرتك خدامه في الحمام وخرجتها مرت مول الحمام عريانه. قال لي صافي ملي وليتي في هذيك الحاله ما بقيتيش مراتي ودابا ما عنديش فين نمشي. واخا انت باش كطالبي شنو بغيتي انت؟ انا نطالب مع هذيك السيده ما ديرش لي هذيك الشوهه، علاش تخرجني من الحمام عريان؟ ضربني صوتني تكرفصني وما نهزش فيها العين، حيت علاش الحمام حمامه؟ انا ما ديرش، انا ما تقبلتش باش نخرج قدامها تخرج عريانه قدام الشعب وقدام الجيران. انا ما عنديش الخوت، ما عنديش الفاميلا، ما عنديش الولاد، انا يروحنا مراه رجاله مراه انسانيه تطالب ب4 الولاد تتجرينيهم وحرمتني من رزقي. انا ديك السيده حرمتني من رزقي. كنعرفوا ان الايام هي يعني هي العواشر كما كنقولوا. ايه خرجتني وجابتني حتى اليوم العواشر وكبير عبد الله وغدا رمضان. انا سولوا عليا الناس كلهم الا كنت دايره شي مجرم ولا دايره شي صداع ولا دايره شي مشاكل انا في ايديكم. سولوا عليا الناس امال الحانوت امال الحانوت امال الحانوت امال الدجاج ومول الزريعة وكل شيء الناس شاهدة في الشارع، علاش أنا هادشي ما تقبلتوش؟ دابا شنو كيوقع لك؟ واش كيهجموا عليك ولا شنو كيوقع لك؟ إيه دابا دايرين ليا بالتهديد، تيهدوني، كلهم هادوك الناس اللي معايا دابا كلهم تما كاين، من ناحية اللي مضاربين ومولات الحمام و يعني دابا أنتي حتي شتي شهادة حق وقع لك هادشي؟ إيه وقع لي أنا هادشي. ولاو كيهدوا بدوك الناس على الضم؟ إيه بحال هكاك. شاكن بيا تي دابا واش نمشي بحال هكا اشرح لنا شنو كيوقع بحال لي دابا هما ولاو تيهدوني بينا علاش تتشهدي الدريه هي ما كانش عندها داك الموت
وانا دعيت من الله ياخذ فيهم الحق سبحانه وتعالى. دابا اخوتي تنطالب ما طيش لي الكرامه ديالي في الشارع وسط الرجال. انا مراه وتنقول لها اه فلانه خليني غير نلبس حوايجي نسرت، تقول لي خرجي برا من الحمام ديالي، والله الا فيها لبركتي خرجي. تنقول لها خليني غير نلبس حوايجي، انا طيحت لي الكرامه ديالي. تفرج بيا الكبير وتفرج بيا الصغير، انا ما طالبه منها حتى شي حاجه. انا طالبه منها ما تخرجنيش عريانه، واخا نكون ماطيش دايره ما تخرجنيش من حقها، تخرجني حيت الحمام ديالها. ويني مشي بهذيك الطريقه باش تخرجني عريانه، تجي عندي وتقول لي شوفي فلانه انتي ما غاداش تخدمي وبالرضا، ماشي مشكل ما غاداش ندخل الحمامه بالزز، ما ندخلش الحمامه بالزز. وانا باش انا دارتني ساومتني وشوهتني بن سليمان وفي المغرب كامل مراه خدامه في الحمام وخرجتني عريانه، مستحيل. انا ما تيصرف عليا حتى واحد، تيصرف عليا كتابي، انا خدامه فالخضره تمشي للجامع ونطلب، اقسم لك بالله العظيم الا تمشي للجامع وتمشي للبيمات ونطلب، والله العظيم ولي من العواسر الا تمشي نطلب. ودابا حاليا قيد نياتين المقدم باش نشد الحريره في الخيريه. قال لي دابا جاب لي الكارطه واحد السيد، جاب لي الكارطه قال لي غتمشي تشد الحريره في الخيريه باش نجيبها. قال لي هذوك الوليدات باش تربي وليداتك. دابا بقى دابا انا ملي كنت خدامه في الحمام منعتني هذيك السيده من الحمام، ولي الله سبحانه وتعالى. انا ما تندير حتى شي حاجه، حتى الحوايج خايبين تندير حتى حاجه، تنخدم تتعيط عليا مره مش نخمل ليها، ملي نكون نهار نخدم ونهار ما تنخدمش. واخا شنو الرساله ديالك انت؟ اه شنو الرساله ديالك؟ شنو بغيتي توصلي؟ اش نوصل؟ نطالب بها هي باش ما تخرجنيش عريان، انا ما رضيتش. ما ترجع الخدمه ديالك ولا شنو؟ انا تشوف هي حتى تشوف انا تنحدى اشنو باغا دير، انا ما طالباش الخدمه ولا شي حاجه، انا بغيت انا غير الكرامه طيح تفرجوا بيا الاولاد والصغار. انت ما تقبلش الفكره. تفرجوا بيا كل شيء الاولاد والرجال، تفرجوا بيا طيحت لي القيمه ديالي، انا ما باغاش نخدم. انا لك تدارت لي هذا الشيء ما نتقبلش الخدمه نرجع لها، خاطر اخرى دير لي شي حاجه اخرى ما كايناش. انا ما رضيتش على راسي، باش دير لي هذيك الشوهق قدام الحمام تخرجني عريانه تفرجوا بيا الكبير والصغير. انا ما نطالبش بالخدمه، انا تنطالب بهذيك السيده علاش تخرجني عريانه. تنقول لها فلانه خليني نلبس حوايجي، تتقول لي خرجي خرجي، الناس راهم كلهم شاهدين. انا تنطالب من هذه السيده منا قابله منا حتى شي حاجه. انا الحق ديالي، انا ما رضيتش، باش تطيح لي. علاش وقع هادشي كامل؟ اه؟ هادشي كامل حيت انت شهدتي لشي واحد ياك؟ كان ايه كانت الخصومه في الحمام، هذاك الشهاده اللي شهدت بحال ما تقبلوهاش، بحال اللي هي جات من هذوك الناس. هي كون كان عندها الفكره هي تقول لي ايه درتي غير الخير. الدريه باقا صغير ما عرفتهاش شنو كانت ناوي باغا دير. فهمتي؟ انا ما قصدت فيها حتى شي حاجه، ودابا ولاو التهجيم ولا شحال من حاجه. انا دابا وليت دابا حاليا وليت خايفه على راسي، ما بقيتش قاده نخرج دابا. انا محال دابا غنبقى خارجه، انا ما بقيتش قاده دابا باش نخرج. احبتك اخويا. اذا متابعينا الكرام كنتم معنا في بث مباشر مباشره من مدينه بنزرت.